تحية للإخوان. الأجر ديال السائق في المغرب، السائق المهني، فجرى واحد النقاش واحد الجروب بين واحد المجموعة ديال الإخوان السائقين المهنيين على الأجرة ديال السائق، وتفاوتت وجهات النظر. فالأغلبية ديال الإخوان كيقولوا أن الأجرة ديال السائق في المغرب هي أجرة ضعيفة وهزيلة. نعم كاين بعض الشركات اللي كيتهلاو مهلين في السائق كيعطيو أجرة مزيانة وفي المستوى، ولكن الأغلب فأغلب الأجور هي ضعيفة. والإخوان كيقولوا أن هذا السائق يستحق واحد الأجرة اللي هي في المستوى نظرا لغلاء المعيشة ونظرا للمجهود اللي كيبذل، فكيخصو واحد الأجرة اللي تكون مزيانة. وهذه المطالب اللي كيطالبوا بها هاد الإخوان هي كلها مطالب عادلة وكيخصهم ينضلوا من أجلها. لكن الإشكال اللي كاين هو أن بعض الإخوان كيطالبوا أن الدولة تدخل باش تفرض هاد المسألة هادي، باش تفرض واحد الأجر معين للسائق 5000 درهم ولا هادي ولا 6000 ولا 7000، المهم يطالبون الدولة بالتدخل. اللي كنقول لهاد الإخوان هادو أن الدولة لا يمكنها أن تتدخل في العلاقة بين المشغل والأجير، بالخصوص هاد القضية ديال الأجرة. اللي داير الدولة هو السمين، هو أن أي أجير ما خصوش يهبط على السمين اللي هو 3000 وشي حاجة، راه وصلت ل 3500. إذن السميك هذاك المشغل ما كيخصوش يخلص السائق المهني قل من هذا الأجر، والسائق إلا بغى أكثر فكيبقى داك الشيء للشطارة ديالو والاتفاق ديالو مع المشغل، فكيكون واحد الاتفاق ديال بيناتهم يرفع ليه الأجر مثلا يولي ب 4000 5000 6000 7000 لما أكثر. أما باش تدخل الدولة وتفرض شي حاجة فراه لا يمكن. كاين السميك هو اللي دايره الدولة، ما يمكنش لشي مشغل يخدم شي أجير مثلا سائق ويخدمو بقل من 3500 في الشهر اللي هي السميك، ومن فوق داك الشيء يدبروا راسهم. كذلك أنه إلا كان شي اتفاق بين واحد المشغل وأجير ما خصوش يهبط على 3500، ما خصوش يهبط على الحد الأدنى للأجور، وأي اتفاق كان بيناتهم فهو ملغى بلغة أو بقوة القانون. مثلا واحد السائق وواحد الشركة يتفقوا على أنه يتخلص ب 2000 درهم فراه هذا الاتفاق غير مقبول لأنه غير قانوني. المادة 358 من مدونة الشغل كتقول لك أن أي أجير كيخصو يتخلص بالحد الأدنى للأجور، وفوق داك الشيء فكتبقى العلاقة بين المشغل والأجير اللي هنا كنتكلموا على السائق. كان معكم أخوكم الجنيبي، تحياتي وتبارك الله عليكم.